حد يعرف ليه أكتر دول العالم بتقولك أنت لازم تقعد عندي على الأقل 5 سنين قبل ما تقدم على جنسيتي؟ حد عنده فكرة ليه بالذات 5 سنين؟ ليه مش مثلا سنة؟ ليه مش سنتين؟ وأقل دولة في الدنيا كندا بتقولك لازم تقعد عندي 3 سنين قبل ما تقدم على الجنسية. فكرتهم، ودي كنت قريتها في مقالة قبل كده، إنك أنت بتسيتل داون. سيتل داون يعني بتستقر، وبيبقى من الصعب عليك جدا بعد 5 سنين من قعادك في بلد، وبالذات لو عندك عيلة وأسرة وأولاد ومرتبطين بمدارس، إنك تغير البلد. البلد لما بتديك الجنسية بتبقى عاوزاك إنك أنت تكمل فيها، تشتغل فيها، تدفع ضرائب فيها، تطلع الاقتصاد بتاعها. فلو أنت قعدت سنة أو سنتين وخدت الجنسية، هتبقى سهل عليك بعد سنة أو سنتين إنك أنت تنتقل لمكان تاني، وبعدين مكان تالت، وبعدين مكان رابع، وهكذا وهكذا وهكذا. عشان يصعب عليك إنك أنت تعمل كده، فبيقول لك 5 سنين. عشان كده مثلا بلد زي مثلا بريطانيا، بعد 5 سنين تقدم على إقامة دائمة، وبعديها بسنة تقدم على الجنسية، يعني الموضوع 6 سنين ونص مثلا على الأقل. نيوزيلندا 5 سنين، مثلا بلد زي النرويج 8 سنين، ألمانيا دلوقتي 5 سنين. كلمة 5 سنين بالذات دي عشان يتأكد انك انت بقى صعب عليك قوي وبقى تقيل عليك قوي انك انت تروح لمكان. وبعض الدول اصلا من اسئلتها او اسئلة الجنسية او ما بتيجي تقدم طلب الجنسية بيقولك هل عندك نية للاستقرار ولا لا؟ لو قلت لا مش هيدوك الجنسية. طبعا النية بتتغير من فترة لفترة عن طريق نتيجة الفرص، مثلا لو في فرصة احسن. ومثلا زي استراليا بيقولك انك انت عشان تقدم على الجنسية لازم يكون يا اما عندك النية انك تكمل في البلد، او عندك ارتباط بالبلد، شاري بيت، في اهلك هناك، في حاجة. وبالتالي الموضوع ده مهم جدا للناس اللي بتفكر انها تاخد جنسية وتمشي. بعد 5 سنين من وجودك في بلد بتبقى فعلا صعبة جدا انك انت تموف لبلد تانية او تروح لبلد تانية. انا عملتها عن نفسي، كنت في نيوزيلندا وكنت طبعا عاوز استقر في نيوزيلندا على طول، بس بعد حوالي فترة، حتى بعد ما خدت الجنسية انا كنت قاعد، بعديها بفترة جالي انترنال ترانسفير لسنغافورة على مرتب احسن بكتير وعلى ضرائب اقل، فكان صعب جدا ان انا ارفض. يعني في ناس فعلا بتبقى نيتها تستقر وتقعد وفعلا كده، ولكن بيجي لها فرص احسن، ولكن النقلة بتبقى صعبة مش سهلة. مش كل الناس مثلا زي حالاتي النقل عندهم ما فيهوش مشكلة، سهل، لكن في ناس بتبقى خلاص استقرت. وعشان كده هتلاقي ناس راحت استراليا وخلاص قعدت، ممكن يكون جالهم اوفر احسن، فلوس احسن، في دوله احسن، قال لك لا انا خلاص مستقر. نفس الحكايه في نيوزيلندا، ليا اصدقاء كتير في الاول كان بيقول لك طب انا نقعد شويه وبعدين نمشي، خلاص دلوقتي مستقرين وقاعدين. وصعب، مش صعب عشان هم مش كويسين في شغلهم، هم راعيين في شغلهم وبيجي لهم اوفرز كتيره بره، ولكنهم استقرت الحياه بيهم في نيوزيلندا. اللي بقى مثلا عنده بيت، شاري بيت، واللي بقى عنده عربيه، واللي ولاده في مدارس، واللي ولاده دخلوا الجامعه، واللي ولاده مثلا خلاص ارتبطوا باصحابهم هناك وهم بقى ليهم الشله بتاعتهم او كده، وبقوا خلاص عارفين اماكن كل حاجه، يقول لك هو انا لسه هروح وهغير مكان وتشوف هتعود عليه ولا لا، وهل هينفع انجح فيه ولا لا، وهل هاخد معايا عيلتي كلها ولا لا. وبالتالي بعد 5 سنين الدنيا بتتصعب. دي من اسباب ان الدول بتحط الفتره الكبيره دي عشان تاخد جنسيتهم، عشان يخلوك تقعد في البلد، تربي ولادك في البلد، تدفع ضرائب في البلد، تنمي اقتصاد البلد. وبس كده، صباح الخير عليكم من لندن، او مساء الخير عليكم من اي مكان في الدنيا.